يوم كان عندنا الحفل ديال توزيع جوائز امتياز للإدارة الإلكترونية في الدورة 12 برئاسة السيد رئيس الحكومة. ومن خلال هذه الدورة هذه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تؤكد المواصلة ديالها من هذا المجهود في الاعتماد على هذه الجائزة كإحدى الدعامات الأساسية لتشجيع التنافس النزيه والمثمر، لتشجيع الامتياز والتميز، ولتشجيع الابتكار في تطوير وتحديد الإدارة العمومية والخدمات الإدارية ببلادنا. التحول الرقمي يشكل مكون أساسي في الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي نعتمدها، على اعتبار أن التحول الرقمي للإدارة أو ما نسميه بالتدبير اللامادي للخدمات الإدارية من شأنه أن يوفر الكثير من الجهد على الإدارة وعلى المواطن، وأن يحقق مزيد من الفعالية والقرب والمردودية، لكن أيضا من شأنه أن يعزز الشفافية والنزاهة في المرفق العام، لأن الخدمات الرقمية عن بعد تقلص إلى حد كبير التعامل مع التعقيدات المسطرية ومع التعامل مع تعدد الشبابيك وتعدد الأشخاص، مما يقلص من مخاطر الفساد ويحقق الشفافية والنجاعة. الدورة امتياز ديال هاد السنة، حنا في الدورة 12، وامتياز هو واحد ليفينمون كنديروه لتشجيع الادارات لتطوير الخدمات الرقميه للمواطن وللمقاوله. امتياز هو عباره عن 4 اصناف: صنف الخدمات الاجرائيه، وصنف المحتوى، وصنف التطبيقات الذكيه، وصنف المشاركه المجتمعيه. الحكم لي جوري ديال الامتياز مكونين، لجنة التحكيم مكونة من القطاع الخاص، القطاع العام، والمجتمع المدني. الملفات التي نتلقاها من الإدارات ندرسها دراسة عميقة، ونأخذ أحسن خدمة رقمية تعطي قيمة مضافة لحياة المواطن. فهي تقليد ديال الوزارة الإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الهدف منها هو حث الإدارات العمومية عموما حثها على الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية، وبالتالي هي كتحاول ما أمكن تعطي جوائز لتتمين الجهود ديال الإدارة في الابتكار ديال تحويل الخدمات ديالها إلى خدمات إلكترونية. احنا كنعرفوا بأنه اليوم في عهد الإنترنت المواطن يمكن يوصل لهاد الخدمات بسهولة، بكلفة أقل، بدون بيروقراطية، بدون مشاكل، بدون أن يكون أمامه عراقيل ديال الفساد ولا ديال الرشوة ولا ديال شي حاجة، لأنه يتعامل مباشرة عن طريق الإدارة الإلكترونية ويستفد من الخدمات ديال الإدارة. فهذا شيء مهم، وهذه الجائزة عندها دور أنها كتحد وتدفع الإدارات الابتكار، أن ابتكار أنواع من هذه الإدارة الإلكترونية متطورة باش تكون في خدمة المواطن وأيضا في خدمة المقاولة. في التبادل لنيل جائزة الامتياز لهذه السنة، كما تقدم الحق الجزيل لجميع من ساهم في إنجاز نجاح الحفل المتميز، مشينا بالدور الاحترافي للجنة التحكيم وكفاءاتها في مراعاة تطبيق المعايير الانتقائية.